السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم النهاردة أمنية غزال وفيديو جديد وموضوع مهم جدا، مخدر الشابو وسفاح الإسماعيلية. طبعا كلنا عارفين قصة سفاح الإسماعيلية اللي ذبح مواطن في الشارع كده عيانا بيانا وسط آلاف من الناس، وقال وقتها إن المجني عليه اغتصب أمه وأخته. مش هتكلم تاني في تفاصيل الواقعة دي لأن احنا اتكلمنا فيها كتير، بس اللي عايزه اقوله لكم ان تمت محاكمه السفاح ده. الغريب بقى ان هو قال في المحاكمه كلام عجيب جدا، قال في المحاكمه ان هو ملبوس وان الجن اللي لابسه هو اللي عمل كده، وقال كمان ان اسمه تحت الارض حسام مش عبد الرحمن. ما شاء الله ده انسان كويس جدا. ولما القاضي ساله انت مش قلت انك قتلت المجني عليه لانه اغتصب اهل بيتك؟ قال له ايوه هو اغتصبهم فعلا، بس انا بقالي فتره بتحصل لي حاجات غريبه، انا مسحور وعليا جن بيخليني اعمل حاجات غريبه. الشاب ده بشهاده كل جيرانه ومعارفه مدمن على مخدر الشابو بقاله فتره طويله جدا. كنا اتكلمنا قبل كده او اول مره نتكلم عن مخدر الشابو، وقلنا ان مخدر الشابو ده بيتسبب في هلاوس سمعية وبصرية للمدمن، وممكن يتسبب في ارتكابه لجرائم نتيجة لأنه بيصور حاجات مش حقيقية. ممكن يتصور إن زوجته بتخونه أو فيروح يقتلها، وممكن كمان يروح يقتل واحدة ما يعرفهاش أصلا، هو متصور إن هي ديت زوجته وإنها خانته فعلا وعرفت واحد غيره وراحت عاشت معاه، وكمان ممكن يتصور ان اخوه عاوز يقتله وعلشان يورثه فبالتالي يسبق هو ويقتله، وواقع الامر ان مفيش بينهم اصلا ورث. ممكن يتصور ان هو المهدي المنتظر او عبد صالح او نبي حتى. ممكن يتصور كمان ان هو جني مش بني ادم. ببساطة شديدة العقل بيختل. مخدر الشابو فعلا ده كارثة، ممكن يتسبب في اغرب واخطر الاحداث والجرائم. هو لوحده كافي جدا ان هو يدمر مجتمع ويحوله المجموعة من مجانين ماشيين يقتلوا. اللي يهمني اقوله هنا هو نصيحة للجميع، كبار وصغيرين، بنات وشباب، علشان محدش يقع في فخ الادمان او الادمان المخدر ده. ربي ولادك بشكل سليم، عرفهم الصح والغلط، العيب والحرام، علمهم تحمل المسؤولية مش الهروب منها، صاحبهم وخليهم يحكولك اي حاجة من غير جرح ليهم او حرج ليهم، من غير حرج ليهم وكسوف، ووجههم وانصحهم من غير توبيخ ولا اهانة، ولا تستعرض عليهم عيوبهم قدام الغريب علشان حكولك. تابع ولادك كويس ولاحظ اي تغير في سلوكهم مهما كان بسيط، واعرف سببه. شهيتهم للأكل اتغيرت مثلا، بقوا بياكلوا أكل أكتر أو أكل أقل عن طبيعتهم، نومهم اختلف، أسلوبهم في الكلام أو التعامل ما بقاش هو اللي انت تعرفه، معدلات خروجهم من البيت زادت أو قلت عن المعتاد بتاعتهم، وزنهم قل فجأة أو زاد فجأة، فجأة بقوا مريحين على غير العادة، فجأة بقوا نكديين على غير العادة أو غير المعتاد. اي حاجة اختلفت في اولادك لازم تعرف سببها. اعرف اصحاب اولادك هم مين واهلهم مين واخلاقهم شكلها ايه. معظم مشاكل الشباب بتحصل لما اهلهم ما بيبقوش مركزين معاهم. واللي عايزة اقوله لكم كمان ان الشاب اللي ارتكب مذبحة الاسماعيلية ده محدش من اصحابه اللي مشوف سكة المخدرات وقالوا عليه جامد وشبح هيتسجن مكانه او هيتعدم بداله. طبعا احنا ما نقدرش نجزم ان المجرم ده مجنون فعلا ولا بيدعي الجنون علشان يهرب من العقوبة، ولكن احنا متأكدين منه ان ادمان المخدرات ده فعلا بيسبب اختلال في العقل وبينتهي بالمدمن او بينتهي المدمن يا اما بالموت او الجنون او السجن. علشان ما يكدبوش عليك ويقولولك ان هم طبعا بيشتروا بيها كتب وبياخدوا بيها كورسات في علوم الفضاء، وهم في الواقع بيشتروا بيها العاب وفاست فود والصبارة الراقصة والبطة البهلوانية
المشكلة الحقيقية ان هما يكونوا بيصرفوها على المخدرات. كل ولد وكل بنت ما تاخدش اي حاجة من صاحب او صاحبة ما تكونش انت واهلك عارفينهم كويس. ما تتصرفوش من ورا اهاليكم، حتى لو هيوبخوكم وكلامهم هيضايقكم. في الاول وفي الاخر هم اكبر منك، وخبرتهم في الحياة اضعاف خبراتك، وهدفهم مصلحتك. خليك واثق تماما ان ضياعك هيبتدي من اول ما تتصرف من وراهم. ربي ولادك بشكل سليم، عرفهم الصح والغلط والعيب والحرام، علمهم كمان تحمل المسؤولية مش الهروب. صاحبهم وخليهم يحكوا لك عن اي حاجة وكل حاجة، من غير ما تخليهم يتكسفوا او توبخهم على اللي حكوا لك عليه. تابع ولادك كويس ولاحظ اي تغيير في سلوكهم مهما كان بسيط، اعرف سببه. شهيتهم مفتوحة للاكل زيادة، اتغيرت، شهيتهم بقت قليلة، التعامل ما بقاش زي الاول، بقوا مريحين زيادة عن اللزوم عن غير المعتاد، بقوا اقل شوية، بقوا نكديين جدا. اعرف كمان اصحاب ولادك هم مين واهلهم مين واخلاقهم شكلها ايه. معظم مشاكل الشباب بتحصل لما اهلهم بيبتدوا ما يركزوش في معارف ولادهم. ولادك على موقع التواصل الاجتماعي 24 ساعة، لازم تعرف هما كمان بيعملوا ايه. احيانا كتير موزعين المخدرات بيتعرفوا على الشباب عن طريق النت. لا كمان خد الجديد، عاد بيتعرفوا شبكات الدعارة، معلش انا هطلع من الموضوع، بس شبكات الدعارة عادة عن طريق بيستغلوا ان الستات محتاجين شغل، فيدخلوا يقولوا يا جماعة احنا عندنا شغل، ويتعرفهم وكده. تدخل البنت على الخاص، ايه طبيعة الشغل، يبتدوا يتكلموا معاهم على طبيعة الشغل، وان هما يتأجروا كمان بالساعة. حبيت اعرفكم الموضوع دوت لانه اتطرح قدامي من حوالي 2 3 يومين. نرجع لموضوعنا، وهو ان احنا لازم نقرب لاولادنا ونحتويهم ونناقشهم، ونناقش كمان مشاكلهم عشان ما يتهربوش منها لسكة المخدرات. كمان لازم نتابع الفلوس اللي مع اولادنا، ونعرف بيجيبوها منين وبيصرفوها في ايه، حتى لو بيصرفوها في حاجات هايفة. وجهة نظرك دي مش المشكلة، او مش مشكلة وقتها انصحهم من غير توبيخ. ربنا يحفظ شبابنا وبناتنا جميعا من شر السموم دي، ويهدي كل اللي ضل ومشي في الطريق ده، لأنه يطلب العلاج قبل ما يفوت الأوان، وينتهي بيه الحال من مريض، أو ينتهي بيه الحال مريض ميؤوس من شفائه، أو ميت، أو سفاح، أو مجنون. تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية، والجميع المرضى بالشفاء العاجل. ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب للقناة. لو استفدتم من الفيديو وعجبكم ما تنسوش كومنت.